تعد الثقافة والفن الحديثان وسيلتان قويتان لإحياء القضية الفلسطينية في اليمن، ففي ظل التحديات والصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني يلعب دورا فعالا في إيصال صوتهم وتعزيز الوعي بمعاناتهم. لذا من خلال هذه الفقرة مشاهدينا النقاشية سنتعرف سويا كيف يمكن للثقافة والفن الحديث في اليمن أن يلعب دورا محوريا في إحياء القضية الفلسطينية، مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية مدير عام مكتب الثقافة بتعز الأستاذ عبد الخالق سيف. أهلا بك أستاذ عبد الخالق سيف. أهلا بكم في هذا الصباح الذي يحمل روح التضامن وروح الفن والثقافة، اللذين فعلا يجب أن نحتشد جميعا من أجل أن يكون صوتا مسموعا وصوتا على من غزا ومن اعتدى ومن قتل الأطفال في غزة وفي فلسطين العظيمة. نعم سيد عبد الخالق، أهلا وسهلا فيك. إذن بداية حاب أعرف ما هو تعريفك للفنون التفاعلية والتقنيات الحديثة، وكيف يمكن أن تساهم هذه التقنيات في توصيل رسائل القضية الفلسطينية بشكل إبداعي ومبتكر؟ لا شك أن الفنون التفاعلية والثقافة بمفهومها الحديث يشكلان واجهتين قويتين ورسائل مهمة للرأي العام في تغيير مفاهيم كثيرة، مفاهيم خاطئة، وأيضا في زرع قيم ومبادئ ومفاهيم صحيحة. تقوم الثقافة والفنون التفاعلية على تغيير هذه المفاهيم، وهذا ما نحتاجه من أجل القضية الفلسطينية. شاهدنا كثيرا فعاليات، وشاهدنا كثيرا استخدام وسائل ثقافية كالمسرح، كالفنون، كمعارض الفنون التشكيلية، كمعارض الأزياء، وكلها تحمل قيم التضامن وقيم التعريف بالقضية الفلسطينية وتوجيه الرأي العام من أجل حشد مزيد من الآراء، من المواقف، من التعاون، من التعاضد. من أجلها شاهدنا فعاليات كثيرة بطريقة ابتكارية، مسرح الظل والضوء، المسارح أو المعارض التفاعلية التي استخدمت الأدوات التي تحمل الدلالة وتحمل التفاصيل الفلسطينية، كالكوفية، كالزي، الأشياء التي تحمل، مجرد أن تراها تشعر أنك فعلا تجسد تضامنا وتجسد موقفا وتجسد امتدادا لهذه القضية، وتكون صوتا حرا معبرا عنها. لذلك هي مهمة جدا وقدمت دورها على أكمل وجه بإذن الله. إذن أستاذ عبد الخالق سيف، قبل أن نستكمل باقي محاورنا لهذه الفقرة النقاشية، قام الزملاء بإجراء استطلاع حول أهمية إحياء القضية الفلسطينية في الثقافة والفن الحديث كوسيلة مقاومة. إذن نتابع وإياك هذا الاستطلاع ثم نعود لاستكمال باقي محاورنا لهذه الفقرة النقاشية. من المهم إحياء القضية الفلسطينية في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها، ما أهمية تواجدها في الثقافة والفن كوسيلة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي؟ والآن الفن الحديث يعني يبرز له دور كبير في مناصرة هذه القضية من الناحية النفسية والدعم المعنوي للفلسطينيين والحرب الدائرة على الفلسطينيين. أهمية القضية الفلسطينية بالثقافة يعني ترسخ القضية الفلسطينية في عقول الشباب والأطفال من خلال مشاهدتهم لهذه الأشياء. يتم إعادتها إلى الأذهان، لقد تم يعني من قبل نسيانها وجعلوها قضية هامشية، وبالتالي نحن نطالب جميع المثقفين أيضا أن يكونوا يعني حاضرين، وأيضا الخطب المساجد أن تتم ليس فقط بالدعاء ولكن بالمحاضرات بالتوعية بأهمية القضية الفلسطينية من وإلى. ما أهمية إحياء القضية الفلسطينية في الثقافة والفن؟ أهمية كبيرة جدا من ناحية توعوية للجيل القادم والحاضر والمستقبل، تعني كبيرة، حاجة كبيرة جدا. ضروري نعطي القضية الفلسطينية حقها وإحيائها بكل المجالات، وإحيائها في كل المجالات وفي كل الميادين القتالية والجهادية والدينية. أكيد 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 إنه لا أثر برضه. ليش؟ عشان إنه الذي ما توصل لهمش المعلومة توصل عبر عدة حاجات، عبر الأغنية، عبر النشيد، عبر الشعر، عبر كل في حاجات لازم إنه توصل. في إحنا ندعمهم بالدعاء، إحنا اليمنيين ومن مدينة الحالمة ندعي إن ربي يفرج على أهل فلسطين. مجال المسرحي، المجال يعني توعية الناس جميع الكبير والصغير،
يعني يكونوا على علم انه قضية الأمة الإسلامية. ما أهمية إحياء القضية الفلسطينية في الثقافة والفن خصيصا؟ هي إحيائها بكل المجالات، مش لابد انها بمجال واحد او شيء معين، لان هذا واجب كل انسان بالقضيه الفلسطينيه بكل المجالات، سواء كان ثقافه سياسه، توصل بكل النواحي لكل انسان كان بالبعيد او بالقريب. القضيه الفلسطينيه قضيه الامه العربيه والاسلاميه بكاملها، فيجب احيائها في جميع مجالات الحياه بما في ذلك الثقافه والفن لرفع وعي الافراد بأهمية القضية الفلسطينية. أصالة الرزاز، لصباحكم أجمل. إذن يعطيك ألف عافية الزميلة أصالة الرزاز على هذا الاستطلاع. بالعودة إليك أستاذ عبد الخالق سيف، كما شاهدنا وسمعنا آراء الناس حول أهمية إحياء القضية الفلسطينية من خلال الثقافة والفن، يعني له دور كبير في مناصرة القضية الفلسطينية وإيصال الصوت إلى العالم العربي وأيضا الغربي من خلال الثقافة والفن. برأيك ما هي الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت في اليمن وكذلك التي يمكن تنظيمها لإحياء القضية الفلسطينية ودعمها؟ أولا أنا أشكر كل الذين شملهم هذا الاستطلاع وأطلقوا صدورنا بوعيهم وبكل الكلام الجميل الذي يعبر عن انتمائهم وقتالهم السلمي بكل الوسائل المشروعة من أجل التعبير عن التضامن مع قضيتنا العربية والإسلامية الكبيرة، القضية الفلسطينية. لا شك أنه ما أن بدأ اجتياح غزة وبدأت هذه التفاصيل التي فطرت قلوبنا أبكتنا هذا القتل والترويع وهذه المأساة وهذه محاولة التغريبة الجديدة للشعب الفلسطيني بعد التغريبات المتعددات منذ 48 وتلك النكبات التي جعلتهم يتشردون في بقاع الأرض. تعز بالذات حملت عبئا كبيرا في مسألة تقديم فعاليات نوعية، فعاليات تضامنية، وما زالت. بدأ الأمر من المسرح حيث قدم مسرح الجند وقدم كوكبة من نجوم الوطن، من عدن، من أب، من صنعاء، احتشدوا جميعا في مسرح الجند في تعز ليقدموا مسرحية وعروض مسرحية تتضامن وتقدم تضامنا كاملا وتفضح ذلك القبح الذي تقدمه الصهيونية وذلك الظلم وذلك الفعل الإجرامي البغيض الذي ما زال مستمرا. كانت هذه من أوائل الأعمال المسرحية التي قدمتها تعز، بالإضافة إلى أن ذهب الوطن بأجمعه إلى مظاهرات باعتبارها كفعاليات مساندة تحمل شعارات، تحمل هتافات، تحمل صور، تحمل الهوية الفلسطينية والرسائل التي من خلالها الجمهور يطلق العنان لتضامنه المطلق ولاستنكاره ورفضه لما يجري في هذه البقعة العزيزة على قلوبنا جميعا. القادم أيضا هناك أيضا مسرح الظل والضوء الذي قدمته ماجيك آرت كعروض تفاعلية أيضا تتضامن مع القضية الفلسطينية. ذهبت كثير من الفعاليات إلى أن ترتدي الزي الفلسطيني وأن تجدو بالنشيد الفلسطيني تعبيرا عن تضامن، وهذا ما زال مستمرا. ذهبت المدارس أيضا لتقديم فعاليات نوعية يبدأ من طابور الصباح وينتهي بكثير من الفعاليات. لدينا في القادم نحن في معرض الكتاب جعلناه معرضا صرفا ليحمل جذور وهوية وتضامن تعز والوطن مع القضية الفلسطينية. هذا بإذن الله يعني ما سيتم خلال الشهر القادم كما نأمل وكما نخطط. كما أن أيضا عودة مسرح الجند بمسرحية قادمة هي استكمالا واستمرارا لدور تعز ودور الفعاليات الثقافية والفنية في تعبيرها عن تضامنها المطلق وإيمانها بالقضية الفلسطينية وأنها قضيتنا المقدسة التي لن تسقط بالتقادم أبدا. نعم، إذا سيد عبد الخالق كما تحدثت هذا كله التضامن يعبر عن التضامن والوحدة اليمنية مع القضية الفلسطينية، وربما حتى يعكس قيما مثل العدالة وحقوق الإنسان المغيبتين خلال هذه الفترة وخلال هذه الحرب وتكشفت من بعدها الكثير من الأقنعة. سؤالي سيد عبد الخالق، يعني ما هي القيم والمبادئ التي ينبغي أن يعكسها الفن الحديث في اليمن لدعم القضية الفلسطينية؟
لا شك أن أهم القيم في هذا الأمر هو قيم التضامن. ما يحتاجونه هو أن نتضامن معهم، أن نقف معهم، أن نكون صوتهم الحر بعد أن حاول العدو والكيان أن يقطع عنهم الماء والهواء، الصوت والصورة، إيصال لهذه المأساة. أصبحنا جميعا نتضافر جميعا من أجل هذه القيم، وهي أهم قيمة يحتاجها الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مسألة الدعم والمساندة المالية، التوفير ما يمكن توفيره من مساعدات إنسانية. لكن قيم التضامن هي الأهم، هي ما يحتاجه هذا الشعب العظيم الصامد والصابر، والذي لا تشبه مأساته أي مأساة عالمية، يتعرض لكثير من الإبادة، يتعرض لمحارق لم يعاني منها اليهود في حياتهم كما يصورون، وتعرض لها هذا الشعب العظيم، تعرض لها في 44 أو 45 يوما، وما زالت المأساة مستمرة. قيم التضامن يجب أن تظل مستمرة في كل فعالياتنا وفي كل تفاصيلنا، وهذا ما يحتاجه هذا الشعب العظيم. إذن أستاذ عبد الخالق سيف، برأيك كيف يمكن للفن والثقافة أن يسهم في تشكيل الرأي العام وإذن تحريك المشاعر والتأثير في المجتمع والحكومات بشأن القضية الفلسطينية؟ قبل أن أدلو بدلو في هذا الأمر، تعالوا نقول ما الذي جرى حتى حصل هناك انفصام أو فجوة بين هذا الجيل وبين القضية الفلسطينية أو هذه المرحلة الحرجة. بالتأكيد أن أعداء الأمة العربية والإسلامية استطاعوا أن يذهبوا بنا إلى قضايا داخلية غرقنا فيها، على سبيل المثال ما حصل في سوريا، ما حصل وما زال يحصل في اليمن، ما حصل في العراق، ما حصل في ليبيا، ما حصل في السودان. أغرقونا في مشاكلنا الداخلية حتى نبتعد عن مثل هذه القضايا المصيرية، القضايا التي حملتها أجيال وراء أجيال كما تقول أغنية الحلم العربي، والتي كانت أيضا من الفعاليات الثقافية ومن الأعمال الخالدة للتضامن مع القضية الفلسطينية. هذا الغرق في التفاصيل المحلية والتي زلنا في أتونها وجحيمها إلى أن نخرج منها بإذن الله، جعلتنا فعلا نتناسى أو نوجد فجوة بيننا وبين الامتداد لهذه القضية، بين أن تكون حاضرة في تفاصيلنا، في تفاصيلنا اليومية، في حياتنا، في أعمالنا، في التوثيق لكل شيء، لأنها ما زالت حاضرة، ما زالت التغريبة، وما زال التهجير، وما زال الاستهداف، وما زال القتل، وما زال الخن، وما زال الحصار مستمرا لعقود مستمرة في هذا الإطار. هذا التشظي الداخلي هو الذي جعل هذه الفجوة قائمة. لكن ما أن تم اجتياح، ما أن تم قصف غزة، ما أن تم استهدافها، ما أن تم هذه الصورة القبيحة من الإبادة، من القتل، من التنكيل، من استهداف الأطفال والنساء بهذه الصورة البشعة، استهداف المستشفيات، المدارس، الملاجئ، القوافل التي تهرب، استهداف قبيح وحشي لم يسبق لأحد أن يقوم بهذا الفعل الإجرامي الدنيء. نسينا كل ما نعانيه وذهبنا لنصطف من أجل هذه القضية العظيمة، وأن نقف معها وأن نساندها وأن تصبح شغلنا وهمنا اليومي المستمر. ولذلك نحن نقول، ما الذي نحتاجه؟ هل نحتاج إلى أن تكون صوتنا مسموعا عربيا؟ نحن ما زلنا ربما من لأكثر من 75 عاما أو ربما قرن من مسألة مأساة فلسطين ووعد بلفور، ونحن نتضامن ونحن نرفع صوتنا، ما زلنا ذلك الصوت الذي يتضامن. ما الذي نحن بحاجته أو ما الذي يجب أن نصل له عبر بعض الأصوات وبعض الفعاليات الثقافية والإبداعية والفنية؟ نحن بحاجة إلى أن نخاطب الغرب الذي حرك ساكن كل الكيانات، أو الاتحاد الأوروبي، أمريكا، العالم الغربي برمته التي أعلن تضامنه المطلق مع القاتل وتناسى دماء الضحية، حتى خرجت شعوب هذا العالم الحر لتتضامن مع القضية الفلسطينية. ما الذي نجح في إيصال هذه القضية؟ هناك بعض الرموز والشخصيات الفنية والإبداعية يأتي على رأسها الكوميدي باسم يوسف. باسم يوسف استطاع أن يغير قناعات ربما ملايين من الغرب من خلال تلك اللقاءات التي بثت بشكل مباشر عبر قنوات غربية وعبر برامج غربية شهيرة جدا، تصل بعض المشاهدات لها إلى يتخطى 15 مليون مشاهدة الحلقة، وبعضها يصل إلى 30 و50 مليون مشاهدة.
استطاعوا عبر هذه الأصوات وعبر هذه المنابر من إيصال ومن توضيح ذلك اللبس وتفنيد تلك الأكاذيب الكبيرة التي استطاعت الآلة الإعلامية الصهيونية أن تجعلها حقائق وهي أكاذيب قطع رؤوس الأطفال، اغتصاب النساء، كل الأكاذيب التي روجت لها الآلة الصهيونية الآلة الإعلامية الدعائية من أجل أن تكسب التضامن أو مواصلة التضامن. ومع ذلك تأتي نسب متدنية جدا عقب 15 يوم الأولى، وهذه ما تقول هذا ما تقوله مراكز البحوث الإسرائيلية. نعم. أن نسب التضامن معها تضاءل بشكل كبير جدا بفعل هذه الأصوات الحرة وبفعل تغيير عقلية وذهنية المتلقي الغربي ونقله من خانة التضامن مع القاتل إلى خانة تضامنه مع الضحية وهي فلسطين في نهاية الأمر. لذلك نجحت مثل هذه الأصوات مثل هذه البرامج ومثل هذه الشخصيات بالحديد تلك العارضة التي استطاعت أن تتضامن. محمد رمضان، فنانون كثر استطاعوا أن يصلوا بأصواتهم وبرسائلهم إلى أبعد مدى. تمام. وهذا ما شكل تغييرا للرأي العام، تغييرا إيجابيا يخدم القضية الفلسطينية. تماما، وحتى بين الفنان العرب محمد سلام. وأما في الغرب كما تحدثت يعني سيد عبد الخالق، الكثير من أعضاء البرلمانات الغربية، وزراء الداخلية، الكثير غيروا آراءهم بعد أن كانت كلها متجهة لدعم دولة الاحتلال. تماما. نعم. نعم. فحب إذن أنقلك إلى محور آخر، ما هي الخطوات التي يمكنكم أنتم إذن في مكتب الثقافة أن تقوموا بها لتعزيز دور الفن والثقافة في دعم القضية الفلسطينية وتوسيع الجمهور المهتم بها؟ بكل تأكيد أننا نشعر أننا نقوم بدورنا رغم الخذلان الكبير في مسألة توفير الإمكانات، لكن نحن نتكامل مع الجميع. لذلك قدمنا فعاليات كثيرة بالشراكة مع كثير من الجهات بتوجيه النصائح لكثير من الذين يطلبون رأينا خصوصا في هذا الأمر في هذه المرحلة. هل يجب أن نقيم فعاليات أم يجب أن ننكفئ على أنفسنا وتتوقف مثل هذه الأنشطة؟ لا، قدموا فعاليتكم واصبغوها بصبغ التضامن، ارتدوا الشال الفلسطيني، اجعلوا مثل من هذه الفعاليات منبر للتضامن ولإيصال الرسالة لإشعارهم أننا معهم ولن نتركهم. ولذلك تجد كثير من الفعاليات نجحت في مثل هذا الأمر. مهرجان البن في المخا حمل رسالة البن وغصن الزيتون، وكانت رسالة جميلة جدا، الجميع ارتدى هذا الزي. قدمت مسرحية وفعاليات تحمل نكهة التضامن ونكهة القضية الفلسطينية، قدمت الزيتون واستصغناه في فعالياتنا وقدمناه بشكل رمزي في التعبير. ننصحهم في هذا الأمر، وأيضا نحن من خلال هذا الأمر نقدم كثير من الفعاليات ونحن نحمل رسائل مهمة. قبل أيام قدمت مؤسسة القافلة فعالية، من الجميل أننا ربما نقول ما الذي حدث في هذه الفعالية. هي كانت فعالية رائعة عن مجموعة من أفلام السلام والتضامن مع المرأة، لكن الجميل أن من قدم كلمة الفعالية شابة رائعة اسمها غزة، رمزية جميلة قدمت في هذا الأمر حتى على بساطتها، لكنها شكلت رسالة جميلة. غزة، فلسطين، القضية الفلسطينية تجري في دمائنا في هذا الأمر. لذلك نحن ننصح ونقول للجميع قدموا فعاليتكم، استمروا في هذا الأمر، لكن اصبغوها بقيم التضامن وبرسائل تعبر عن دعمنا ومساندتنا المطلقة للقضية الفلسطينية. إذن أستاذ عبد الخالق سيف، قبل أن نختم هذه الفقرة النقاشية لحلقة اليوم، رسالة أخيرة ممكن تقدمها للفنانين والمثقفين اليمنيين العرب؟ بكل تأكيد أن الرسالة نقدمها للفنانين العرب وأيضا الفنانين اليمنيين، الجميع دار في فلك التضامن مع القضية الفلسطينية، لكن هناك أغاني ظللنا نرددها من الحلم العربي إلى الضمير العربي إلى الأمل العربي إلى 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 إلى، وكلها تدور في فلك مسالم. نحن لم نجد أغنية وعملا وطنيا يمكن أن يكون بمستوى ما قدمته كوكب الشرق. لن يصدق أحد أن هناك عمل عظيم لكوكب الشرق قدمته قبل وفاتها بفترة كبيرة، وهو عمل من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني ومن ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى فلسطين خذوني صار عندي بندقية. أعمالنا الفنية وتفاصيلنا لم تجرؤ
على أن تكون قوية في رسائلها، فلسطين عربية، ربما محمد عساف لأنه ابن القضية الفلسطينية قدم أغنية رائقة أصبحت هي الرسالة الجميلة التي ربما يحاول كثير من الفنانين والمبدعين وكثير من الكتاب الغربيين في تقديمها كنوع من التضامن، وهي الأغنية الشهيرة له أنا دم فلسطيني. لكن فعلا نحن نفتقد إلى عمل ثوري، عمل يلهب الحماس، عمل يشكل صرخة قوية مدوية في وجه هؤلاء القتلة يرعبهم، ولا شيء يرعبهم مثل صار عندي بندقية إلى فلسطين خذوني. أتمنى من الجميع فعلا أن يكونوا على قدر الثقة وعلى قدر القضية الفلسطينية وحجمها الكبير وحجم المعاناة الكبيرة والتغريبات التي عانى من هذا الشعب العظيم. يكفي أنه شعب منذ عقود شرد ما يقترب من 7 مليون منهم، ولن يستطيعوا أن يدخلوا أو يعودوا إلى ديارهم بفعل ذلك الصلف وذلك الظلم وذلك القهر وذلك المنع وذلك الفيتو الصهيوني البغيض عليهم. وكل المطارات تعرفهم جميعا من كثرة شتاتهم ومعاناتهم، وما زالوا نأمل لهم بإذن الله الانتصار على هذا العدو البغيض بإذن الله، ونأمل أن تتضافر وأن تقف الأمة العربية والإسلامية موقفا واحدا مشرفا يعكس أهمية هذه القضية وارتباطها بنا وطنيا وعربيا وإسلاميا. نعم، إذا السيد عبد الخالق سيف أنت مدير عام مكتب الثقافة بتعز، هي تحية لك ولكل المثقفين والناشطين الحاملين للقضية الفلسطينية على أكتافهم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.